بنصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو ليندا عشان نعرف منها ايه اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير باسنت. صباح الخير شازلي. خير الحقيقه باسنت، في ارتفاع طفيف في درجات الحراره عن امبارح. القاهره امبارح سجلت 35، النهارده بتسجل 36، فطقس حر الصبح بالليل لطيف. بالليل بيبقى الجو حلو قوي. تعالوا نشوف التفاصيل. يلا بينا. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه كالعاده هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.67، اما الشراء فسجل 18.59. اليورو البيع سجل 19.96، اما الشراء فسجل 19.87. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23.42 والشراء سجل 23.31. الفرنك السويسري البيع سجل 19.44، اما الشراء فسجل 19.36. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.79، اما الشراء فسجل 2.78. الريال السعودي البيع سجل 4.98 والشراء سجل 4.95. الدينار الكويتي البيع سجل 61 جنيه وقرشين، اما الشراء فسجل 60.74. واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5 جنيه و8 قروش والشراء سجل 5 جنيه و6 قروش. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 864 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 1008 جنيه للجرام، أما عيار 24 فسجل 1152 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8064 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والجو هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي نشاط للرياح على مناطق متفرقة من كافة أنحاء البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في دمياط 27. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.